هو كاين مشيتي وهي تي كتبجا انا ديال الحال قلت مسرع بغيت نوصل بان ماشي انا اللي كيبقاو ديما مي هذيك المره نسلحوها نسلحوها بشي حاجه اللي تغنيها على ديك الاوتاني تعاود ترجع لدوك الله يسلم هذا ديال الدول بغيت نسولكم الله يعطيك الصحه على نسبه المراكز ديال المعاقين المره هذا ما غاديش نبقى نسكت عليك انا كنلقى عندي الاحتياجات الخاصه ديالي حاسه بالصحه مع الان الا كاين شي ملف الا كاين شي يعني موضوع جد مهم الان صندوق ديال التماسك الاجتماعي اللي كاين الجمعيه عطانا امكانيات كبيره باش اننا نمرروا اشخاص بغيات لكن في اطار يعني في اطار القانون يعني كاين القانون الدفاع المالي حاليا جميع الاشخاص في وضعيه اعاقه لوتياج تكنيك متوفر اللي يبغى شيز رولون كروسه اللي يبغى ليليكي اللي يبغى اباري اوديتيف اللي مقطوع على الرجل ديالو بغى جهاز تعويض ديال الرجل ديالو بالنسبه للاطفال اللي عندهم اقل من 5 سنين وكينتموا للاسر المعوزه تنقول لهم بقاو قاعه ديال 25 مليون يعني ما عندناش اشكال في الامكانيات هذا الشيء متوفر ماشي شي سيرفيس هو شي سير حتى الغدا ما خصوش نعرفه باش ياخذ هذا الشيء كيجي عندنا كيجي بوثائق بسيطه جدا بطاقه الرامي اللي كان الرامي دابا لامو فوتوكوبي ديال الكارناسيون ديالو هو ولا ديال الاب ديال طلب فقط طلب ويكون كينتمي للمجال الترابي لاننا في كل عمله في كل اقليم درنا مركز من هذه المراكز في حين سي ديبو في هذا الشيء هذا كيجي كيعطي هذه الورقه كياخذ الجهاز ديالو سير بلاص بالنسبه للاجهزه التعويضيه كنديروا انارشي كل سنه كنتعاقدوا مع شركات كبيره كتركب الرجل كتدير عند المستفيدين حتى لعندهم ولكن كنعنوا بالاشخاص وضعيه الاعاقه ممن يعانون الهشاشة كانوا محسوبين وضعيه صعبه في اطار رامي يعني في نظام ديال المساعده الاجتماعيه الان تحولوا للابور الانسان اللي عنده ايميتيوال وعنده ما يمكنش يتزاحم مع الاشخاص اللي هما في وضعيه الاعاقه وتنعطيو واحد المعدلات اللي هي المضمونه الملف الثاني في مجال ديال الاعاقه العام الثاني نوفروا الاقسام الداخليه في وزاره التربيه الوطنيه اللي في المؤسسات العموميه كاين تسع عموميه فيهم جمعيات عندهم جوج اقسام ثلاثه ديال الاقسام حنا اللي كنتكفلوا بالاداب ديال كاع الستاف اللي خدام تما بمعدل كنخلصوا على كل 100 ما بين 1200 و 1500 درهم شهريا بما فيه الترونسبور اللي عندهم ترونسبور كنخلصوا لهم الشيفور كنخلصوا لهم الغرب كنخلصوا لهم لاسيرونس والمربيات كاملين اللي عندهم ديال التربيه الخاصه كنخلصوا زائد السيكولوج كنخلصوا حنا زائد السيكوموتريسيان كنخلصوا حنا زائد الكيني كنخلصوا حنا حصه ديال كل وليد كيسافروا الحصه مع المدرس سبيسياليست بالاسبوع عاد لورتوفونيست بطبيعه لورتوفونيست الوليد اللي عندهم مشكل ديال النظر اذا بالنسبه لي انا شنو حضرت لي طبيعة الحال هادشي كاين بالاضافه لمؤسسات خاصه ديال الجمعيه اللي تبعهم في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه واللي عندهم مراكز واحد الجوده عاليه حتى هما تيديروا هذه الخدمه ديال الاعاقه وتيستافدوا حتى هما من نفس المبالغ الماليه كيستافدوا بها في هذه المؤسسات لذلك حنا كنشتغلوا عليها بواحد الشكل كبير وهذا المستقبل ديال البلاد هما اللي بنوا لنا الصغار وعاد كتم العمليه ديال الادماج كاين الوليدات اللي كيستطاعوا على انه في عامين ولا ثلاث سنين انه تيولي مؤهل على انه يدوز لواحد القسم ولو انه ماشي في السريم ديالو ولكن يقدر يدوز لهذا المركز هذا ثم كذلك درنا مراكز ديال الاستغلال ومواكبه وتوجيه اشخاص وضعيه الاعاقه جميع العالم الاقاليم جميع العالم الاقاليم ديال المملكه كاين مركز سميتو مركز الاستقبال وتوجيه ومواكبه الاشخاص وضعيه الاعاقه كيف ما بغى يكون المشكل عند الشخص وضعيه الاعاقه يمشي لهذاك المركز كيمشي تما كيبقى لاسيستونس سوسيال كتواكبوا من الفها الى يائها الان خدامين على واحد المشروع جديد سميتو جسر جسر ديال مركز مواكبه كذا جسر الفضاء المتعدد للوظائف النساء اللي غادي تكون فيه بلاتفورم الكترونيك في اطار الرقمنه غادي يولي هذاك الشخص كيمشي لهذاك المركز كيدخل الاسم ديالو كيطلع في المغرب كامل كنعرفوا شنو هما الخدمات اللي استافد منها وشنو الخدمات اللي مازال كينتظرها ولا كانت ما متوفرش بداك المركز يمشي ياخذها في مركز واحد اخر باش نعاود الاسره كاين جسر الاسره الان نشتغل على جسر الاسره هذا واحد المنتوج جديد الان مازال في البدايه ديالو جسر الاسره سميناه جسر الاسره هذا جسر الاسره وهذا الجسر
استخدام الجسر ديال محمد السادس اللي في الطريق ما بين الرباط ما بين هذا يعني للخدمات، يعني ضروري ندوز من واحد القنطره باش نستافدوا من الخدمات. كاين جسر الاسره، جسر الاسره هو واحد المركز اللي اعتبرنا بانه اي حاله من الحالات الاجتماعيه ملي تتخرج لا ديال المراه معنفه ولا ديال الطفل مشى ولا من الاطفال اللي كيعيشوا في الشارع ولا هذا، راه المصدر ديالو هو الاسره. اذا كاين واحد الخلل داخل الاسره، حنا بغينا نواكبوا الاسر اللي عندها صعوبات وعندها مشاكل من خلال هذا المركز ديال الجسر الاسره. هذا منتوج جديد الان كنصاوبوا في يعني في الادب، باقي في الادبيات ديالو كيفاش غادي يتقاد هذا المشروع هذا ان شاء الله، وسيرى النور هذه السنه ديال 23 بحول الله مع قوته. وكاين تعهد ربما ديال رئيس الحكومه بانه يواكب في التمويل هذا المشروع هذا ديال الجسر الاسره ان شاء الله. اذا كاين مجهود قوي ما تنسلطوش على الاضواء بزاف، ما تنعرفوش نبيعوا المنتوج ديالنا، ما تنعرفوش نسوق المنتوج ديالنا، داك الشيء علاش يمكن ما توصلكمش المعلومه كامل. بالنسبه للايواء ديال الاطفال المتخلفين عنهم ذوي الاحتياجات الخاصه، كاين مركز واحد في المغرب كاين بني بلاد وصفنا لهم الدار البيضاء ياخذ لينا، حيت انا والله شخصيا عندي محدوده عندي واحد 20 مكان سي الواسي، عندي واحد الملف دابا راه شي عامين هو في المكتب ديالي، ما لقيتش كي غادي ديال واحد البنيه هذا محتاجه باش تجلس في المركز ما لقيتش. اهلا وسهلا بك بالتعريف يعني انا نيضا نشكر النيابه بعدا وعاد نجي الاخرى حق الواقع بلاتي انا استاذ الباتوش خمان عن اتحاد الوطني لنساء المغرب خبيره دوليه، استاذه جان بولكرا بدايات رفيقتنا في الكفاح كما كنقولوا من البدايات اللي بدينا معها تفرقنا لمناضله ومجده اللي كانت دائما في الاول كانوا كيديروا المرافقه النساء المعنفات وكانوا كيديروا تما هذه القضيه ديال التاطير ديال النساء المعنفات، هذه القضيه اللي كنا قبيله ديال ان هذه المراه تخرج بحرفه وهذا كانوا هما كيديروا عندهم الطب كيديروا عندهم هذا الخياطه كيديروا عندها يعني ناضلات وناضلات مع النساء المعنفات، ومؤخرا كانوا داروا لنا التاطير ديال المساعدات الاجتماعيه داخل المدارس وتبارك الله راه عطاونا واحد الجيل ديال واحد البنيات اللي تبارك الله عليهم. وتفضلي استاذه وشكرا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الكريم. أنا نيضا نشكر النيابة العامة حيت هي الأولى، لأن إعلان مراكش ديال 2020 ديال رئيسنا الأميرة لالة مريم يعني هما اللي موقعين عليه، هما اللي معاونيننا عليه، وهذاك الإعلان هو اللي عطانا واحد القفزة نوعية للمرأة وللفتاة. شكرا للنيابة العامة، شكرا للأستاذة مليكة شاكورة لأن جاتني حالة من سمارة من يعني من تيندوف للناس اللي في المحتجزين وكاين الفاده، وجوها لي وزاره التضامن ولقيت قدامي الاستاذه مليكه. شكرا لك على المساعده اللي ساعدتيها واللي خديتنا خدينا لها ولادها باش يمشيو يتابعوا حتى المدروس ديالهم يعني في سماره، والاستاذه اللي خلصت من جيبها الا بغيت نقولها لان المراه كانت جات وحنا ما عندناش علم على انها ما هزاش فلوس، وملي كان خصها تخلص لاكيسو هذا كانت استاذه قالت لي البنت عيطت لي قالت لي استاذه لا خلصي ليها، قالت لي استاذه انا ما هزاش ولكن راه تكلفات. استاذه مليكه استاذه شكرا، استاذه جاري استاذه هذيك ما كتطفيش عندنا التليفون واخا واحد الوقت متاخر من الليل. شكرا للاستاذه اللي عطاتني دابا حنا كنهضروا على الافارقه، استاذه ربيعه اللي عطاتني رئيس جمعيه ديال المهاجرين هذوك الافارقه تعرفت عليه عندها والان انا كنخدم معاه لان استطعت ندمج واحد 10 داك السنه في مربيات، وحنا كما قالت الاستاذه عندنا تكوين مهني وهما كيبغيو المربيات وكيبغيو الحلاقه هذوك المهاجرين. وشكرا للتعاون الوطني لان في 2020
كان معايا في الخط وعطاهم تمويل ديال شهر رمضان وما اكثر. جاوهم قسيمه دم في كوفيد وخدمه مع الجمعيات مع النيابه مع ما مع كل شيء. يعني الوحيد اللي ضلينا حالين وفاتحين ابوابنا وسد الباتون اللي كانت ما بين اطباء معاكم ما كساداش وكنمشي لان كاينين بزاف اللي ما عندهمش الهاتف اللي خصني نستقبلهم في المكتب وننسق مع النيابه العامه ونخدم معاهم اللي نرجعوها لدارها اللي نحطوها في شي ايواء. المهم هذا الشيء كله كان والتعاون الوطني شكرا لله لان هو اللي كيدير التكوين المهني وكيعطي الشواهد، لان شواهد التعاون الوطني لها واحد القيمه. لان ملي كيكملوا كياخذوا شهاده اللي كتخول لها تفتح محل ديالها ولا تندمج. شكرا الاستاذ البستاني في 2012 عملنا عمل جبار على نطاق المغرب ومنعنا جواز القاصرات قبل ما يخرج اعلان مراكش، وهذا هو اللي خلى الاتحاد الوطني لنساء المغرب كيخدم على ما يكونش زواج القاصرات وما يكونش العنف وتكون ديك الفتاه عندها واحد القيمه. وحنا مستعدين لهاد الناس اللي نتوما كتلقاوهم مثلا كمهاجرين ولا يعني ما عندهاش صنعه ما عندهاش، حنا كنستعدوا نديروا لها الصنعه ديالها وكنستعدوا بمشاركه مع الجمعيه اللي تعرفت عليها من الاستاذه ربيعه جزاها الله خير، انه هو اللي كيكري لهم وكيقلب لهم على الايواء. يعني ما عندناش مشكل حنا في الايواء كنلقاو كنعيطوا ليه. هو كيسمى يعقوب من الناس اللي يعني غنيين يعني ماديا في افريقيا من الكونغو، جاو فتح جمعيه هنا وكيقلب لهم على السكن وكيقويهم وكيكري لهم وكيوصلهم بينا حنا كناخذوا واحد الصنعه وكيندمجوا داخل المجتمع. يعني المجهودات خصنا كلنا نكونوا مسؤولين ويد في يد النيابه العامه المجتمع المدني التعاون الوطني كل من موقعي الخاص. شكرا للدكتوره اللي معايا حمدونه اللي كتعطينا شواهد، شكرا للدكتوره ديالنا مزياني رقيه لان استطعنا من خلال التجارب البشر كما قلتوا ان بنيه خرجت من السيكيا معني اللي كنقولوا ديال الاعدادي وخديتها من عن طريق درك الملكي مشكورين ديال درب وعزه، هدف تابع للاقليم ديال اللي قلنا متعدد الاختصاصات ديال بن عبيد. خدينا هذيك البنيه وجبناها ولقيناها شهرين ما دخلتش المدرسه، كان ضروري خصها شهاده طبيه. شكرا للدكتوره المزياني لان الشهاده الطبيه ما كتعطاش مده شهرين وهي استشرات وعطاتها لها ودابا الدريه راه دخلناها ودمجناها في المدرسه وبعدنا على هذيك لان كانوا بداو كيتاجروا فيها وكيحطوها باش حتى هي تولي دير يعني دعاره لانهم ناس عرفتوا بن عبيد وهذا راه واحد الناس ساكنين غير في واحد الهشاشه ساكنين في واحد لي بيدون فيل اللي ما عندهمش تحت يمكن نقولوا الماء ما عندهمش الضوء الى يومنا هذا ما عندهمش الضوء. يعني حنا فاتحنا هذا المركز اللي عطاونا كنجيبوا فيه هذوك الشابات كيحفظوا كيشارجوا التليفونات ديالهم كيخدموا، عندنا واحد الطاقم ديال الاخصائيات كيواكبوهم نفسيا وعندنا طاقم ديال اللي كيديروا معاهم مراجعه. الدعم اللي كنقولوا الدعم التربوي الدعم المدرسي، حنا راهنا الاشاره كاتحاد وطني نساء المغرب لانه اول جمعيه في المغرب من 69 ويمكن تتلمد عليه بيدو بزاف ديال الجمعيات. انا شخصيا عندي 30 سنه في الجمعيه يعني وكاينين الناس قبل مني، تحيه لهم من هذا المنبر وتحيه لكل المجتمع المدني بعضه يد في يد ما نوصلوا حتى حاجه. لهذا انا اجدد الشكر للنيابه العامه وللقضاة كلهم اللي جالسين وللاخوات اللي كيعملوا معنا ولاي واحد له يد في فعل الخير وفي العمل الاجتماعي، لان العمل الاجتماعي كنقولها وديما كنقولها راه ماشي ساهل، راه كيديروه الناس اللي عندهم اختصاص وذوي الاختصاص واللي كيصبروا. كما قال السيدة جاري انا راه ما خديت دوليه وخبيره دوليه، كنت كنخلي وليداتي صغار وكنمشي كتلقيني انا في كندا. واحد تجربه كندا بغيت نعممها، الناس اللي تيجلسوا في مراكز ديال الايواء زرناهم حنا خلال التكوين ديالي فاش كنت تما، ملي كيكونوا كما قال السيدة في التكوين المهني كيعطيهم شهاده الا جلست 6 شهور كيتسالوها 6 شهور ملي كتخدم كترد واحد المبلغ مالي اللي كيخول ديك الجمعيه من جديد تكون واقفه. لان ملي عطيتهم السؤال قلت لهم واش الدوله كتكلف بكل شيء، قال لك لا ماشي كل شيء، كيتكلفوا بها هاد النازلات اللي هنا موجودين. من بعد كتولي كتجي تادي واحد الشهريه وهكا دواء ليك، يعني كل وحده جات وكل وحده يعني كتبقى ديما خصها تادي واحد الجمعيه واحد المبلغ مالي اللي كيعطي ديك الجمعيه اكتفاء ذاتي. وهذا ما احوجنا اليه باش ما نبقاوش كنقولوا ما كانش الدعم لان التعاون حبس الدعم على شحال من واحد هذه في كندا. يعني كنت في كندا هادشي ملي كنت كندير التدريس ديالي وكنت كنخدم على باش اللي قالت الاستاذه باش ناخذ هذه الخبره الوطنيه، راني خليت وليداتي صغيورين ومشيت كنقلب باش نحمي الناس. لان هذا هو كنقول لك العمل الجمعوي ماشي ساهل والعمل الاجتماعي ماشي ساهل، كيخصك توي شويه تاع التضحيه وشويه من وقتك
وشويه مع الناس اللي كيعطيو كيساندو. ملي كنلقاو حنا النيابه العامه مسانده كل القضاه مساندين كل النيابه العامه في المحكمه الجزريه والى غير ذلك، راه من طبيعه الحال انت كتخدم ليل ونهار وكتبغي توصل وتوصل بلادك. اقسم بالله الكلام اللي قلته في المنابر الدوليه المغرب الان يحصدون، كانوا تيقولوا لي كتحلمي، تنقول لهم سياتي يوم وغنشوفوا المغرب في مصاف الدول المتقدمه، وهو الان وسلبت المحلمات وهو واقع يطبق في المغرب. تحيه لنا جميعا وشكرا. وحنا ما غاديش نوقفوا على الحلم، غنبقاو نحلموا 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 شي حاجه غادي نوصلوا لشي حوايج اللي ان شاء الله كنا كما قلتي كنا كنعتبروهم من الحلم غادي نوصلوا لهم ان شاء الله. هادشي علاش حنا هنايا. سيدة الباتول فعلا افكتيفمون من الناس اللي خدموا في ايامات كوفيد، الناس اللي ما وقفوش لان بقى الباب محلول مع النيابه العامه، بقاو كيستقبلوا الناس، بقاو كنوجهوا لهم شكرنا وطبيعه الحال كنوجهوا الشكر للدار والشرطه لانهم الناس اللي خدموا بزاف كوفيد، الناس اللي ما خلعتهمش البيديمي، يعني اللي بقاو لي كرو كيستقبلوا بقاو كيستمعوا، لان ميزان العداله بقى دائما منتصب، بقاو وقف شهاد وكاع الناس اللي خدموا طبعا من الصحه، الناس كاع اللي خدموا معنا في هذا الايامات الجائحه. كما قال السي الواصي هو ان كاين شي ناس اللي خداو الطريق السهل، كون جاو الناس يخداو الطريق السهل ما غاديش نلقاو حنا ما غادي نصوبو حتى شي حاجه، راه في الصعوبات فين كتبان المهارات، باش الواحد يبان بانه راه كيعطي بانه كادر في الصعوبات، اما السهل راه كلشي كيديرو كلشي سهل يديرو، وحنا كنحيو الناس اللي كيتحداو الصعاب باش يمشيو يديرو الحاجه اللي صعيبه كيديروها. وانا اللي بغيت نوصل لكم بان فعلا جمعيه المجتمع المدني بلا بهم ما كانوش غتزيدو قدام. انا بقى نعقل نهار اللي بغينا نحلوا هذه القضيه ديال هاد الخلايا، راه كانوا اللي سبقونا اللي هما المجتمع المدني، هما اللي بداو بالانصات، هما اللي بداو هادو هما اللي بداو كيناديو على ان تكون خلايا، ومشينا معاهم وفعلا عرفنا بان ملي غنديو يدينا في يدو اليد الاخرين يدينا هذا الصحه وهذا، راه حنا مشينا بعيد. ومن بعد دابا عاد ان مني وجاء اعلان مراكش يعني ولات كانوا ولاو قطاعات اللي ولات مهمه.